الرحمن الرحيم. رمضان كريم، صوموا تفطروا على خير إن شاء الله. واللي اسم رمضان الرحمة إسماعيل. أنا تعرضت لإعاقة في سن مبكر جدا، عمري 5 سنوات، صار حادث حركة في مدينة كوبر. وبفضل الله الواحد ما توقف، يعني بقيت أمارس النشاط بمختلف أنواعه، كرة قدم وألعاب قوى وكذا. الحمد لله الواحد يعني الحي ده عملت له علاج نفسي جميل جدا، وما توقفت أبدا والله. فأنا سعيد بأنه أطلع على الناس في شهر رمضان، سعيد بأنه أنقل رسائل لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم هم يتوقفوا ويمارسوا النشاط، لأنه ده فيه علاج وفيه صحة نفسية جيدة جدا. نحن رايه ونحن غايه ونحن للاجيال حكايه. عالم جميل جدا طبعا، الشعب كل العالم بيجري ورا الكوره الصغيره دي. فانا واحد من دون الناس، يعني ممكن اكون ابتدعت الطريقه بتاعتي ان انا العب كره قدم عن طريق الشكل اللي انتم شايفينه ده. فكان هو يعني من الصعب انه يتخيلوا الناس الطريقه اللي انا قدرت اتعلم بها كره القدم، خاصه انا اتعلمتها من غير مدرب. فمن الصعب انك انت تقدر تراود الكوره، من الصعب انك تقدر تمرر الكوره، من الصعب انك تقدر تحرز هدف. فانا واجهت يعني سنوات طويله جدا، يعني كنت بجتهد فيها والعب مع اشخاص سليمين عشان اقدر اكون لي ملكات خاصه في كره القدم، عشان اقدر اثبت للناس انه يعني الشيء الوحيد الممكن يعني الشخص ذوي الاعاقه يقوم به هو لعب كره القدم، انا قمت به. فالحمد لله يعني كنت موفق كثير في انه انا اقدر اتعامل مع الكوره بشكل ما بقول مثالي لكن شكل جيد. بالطبع طبعا يعني اي انسان في الحياه مهما اختلفت مراحل عمره هو معرض لأنه الغدر يختص جزء من أطرافه إذا كان رجل أو يد. والحاجة دي بتكون صادمة للكثيرين جدا يعني في مجتمعنا بالذات السوداني. بفضل الوقفة النفسية الجيدة معاي دي، فالحمد لله قدرت أول حاجة أمارس اللعب مع الأطفال في الحي وكده. بعد ذلك يعني التحصيل الدراسي ذاته كان جيد لأنه نفسيتي كانت جيدة، أنا ما اصطدمت بالإعاقة وكده. بالذات لما الإنسان يتعرض لإعاقة في سن مبكر بتكون عنده هواجس ومشاكل الإعاقة وكيف يقدر يتخطى الجدار الصلب ده. فالحمد لله تحصيلي الدراسي كان جيد، الحاجة دي ذات نفسية جيدة بالإضافة للنشاط الرياضة طبعا. ووقفتهم معي دي خلتني أن أكون الحمد لله متفوق في التحصيل الدراسي، كل المراحل الدراسية لحد الحمد لله اتخرجتها واشتغلتها واتزوجتها برضه. فهنا دور الأسرة مهم جدا، بالذات نحن مقبلين على ثورة وتغيير ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة. فالدمج ده ما يبقى إلا الأسرة تتقبلك أنت وتطلعك برا المجتمع. الإعاقة جدار صلب جدا، من المستحيل انه يعني انت تكون شخص من ذوي الإعاقة وما تواجهك مشكلات. احيانا يعني الناس ما بتفطن لانه انت غتلت قدر شنو، جابهت مشكلات قدر شنو.
فواحدة من المشكلات الدراسة بالطبع، يعني أنت بتحتاج في أنك أنت تصل من مكان لمكان. بالتأكيد ما كل سائقين المركبات بيسمحوا لك بأنك أنت تركب وكده، وما بيتفهموا طبيعة إعاقتك وكده. علي كل الأسر السودانية أنها تشرق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، انه نتيحوا للاشخاص ذوي الاعاقه انه نمشوا برا يشاركوا المجتمع حركه الحياه. دي الطريقه الوحيده اللي ممكن نقدر نتقبلهم فيها المجتمع ونقدر نعمل لهم دمج في المجتمع. المجتمع بصوره عامه ليس بالمجتمع اللي ممكن نقدر نقول عليه انه هو بيقبل الشخص المعاق 100%. احيانا في بعض الناس ما بتقدر تقبل الشخص المعاق، لكن من الجميل والشيء السمح في السودانيين انه دائما الاشخاص المتفوقين من الاشخاص ذوي الاعاقه بيلقوا حب وتقدير كبير جدا من المجتمع. احنا اللي بايدينا نغير حالنا وحال غيرنا. نبني سودان، نبني تاجر. احنا جينا من كل ولاية وكل مدينة. نحن جينا كتاف ونبقى يتفيد، أحلامنا تتوالف، طموحنا يا علي يزيد. تعالوا نتكتاف ونبقى يتفيد، أحلامنا تتوالف، طموحنا يا علي يزيد. نعلي سقف أفكارنا مدى يبقى بعيد، نرسم ملامح بكرة بفكر وشكل جديد. نعلي سقف أفكارنا مدى هيبقى بعيد، نرسم ملامح بكرة بفكر وشكل جديد. نحن لمتنا لمت خير، قصدنا من دهنة تعبير. نحن لمتنا لمت خير، قصدنا من دهنة تعبير. نحن راية ونحن غاية، ونحن للأجيال حكاية.